places that I've been. The faces mine are friends. Fumbling, fumbling in though with murky miles ahead. The fate sings softer there. Though hurry in the dark, I hear them calling when it starts. And go, they'll find you.
إذن رأينا استعراض المهارات المشاركات في هذا الشوط. نشهد أيضا مشاركة الحكم الشاب زايد بخيت الكتبي في هذا الشوط. كل التحية لزايد بخيت الكتبي هذا الحكم الشاب، بعون الله نشوف له مستقبل باهر إن شاء الله. كل التحية لزايد بخيت الكتبي. إن شاء الله يا زايد تمثل الدولة إن شاء الله في أكبر المحافل يا زايد. إذن الآن بانتظار مشاركة أول المهرات في هذا الشوط، المهرة رقم 34. شاهد ونتابع الآن هذه المهرة. شاهد هنا أيضا مرحلة التقييم، وضع النقاط من قبل الحكام. شاهد أيضا زايد يتلقى التعليمات أيضا من عيض المنهالي، أيضا مساعد حكم الساحة توجيهات. إن شاء الله نشوف زايد واحد من الحكام في البطولات القادمة يا زايد. إذن هنا أيضا أزالت المهرة رقم 34 تقيم. أكيد بطولة طبعا نشيد أكيد بالتنظيم وأيضا بالإجراءات الاحترازية التي نراها أمامنا، التباعد الجسدي أيضا والالتزام بالكمامات. حسب طبعا القوانين المتبعة من هيئة الأزمات والكوارث لضمان استمرار البطولة دائما. طبعا ما شاهد أكيد البطولات التي تأتي بتنظيم من جمعية الإمارات الخيول العربية، بها الكثير من التدابير الوقائية المتبعة دائما في هذه البطولات. نشاهد الآن التقييم للمهرة اللي شاهدناها أمامنا، وشاهدنا أيضا حركتها. هنا محاولة العرض أيضا ف
في جذب انتباه المهرة. إذن ينتهي تقييم المهرة رقم 35. الآن تظهر أمامنا أول نتائج في هذا الشوط. إي كي خيرة لعلي خلفان راشد الهاملي بالهوية العربية 18.5 من ثلاث حكام، 18 من حكمين، 19 من الحكم السادس. الرأس والعنق 18 من قبل أربع حكام، 18.5 19 الجسم والانسيابية، 18 من قبل خمس حكام، 18.5 من الحكم السادس. القوائم 15.5 من خمس حكام، 16 من الحكم السادس. والحركة جاءت ب 18 من ثلاث حكام، 18.5 من ثلاث حكام، بمجموع 88.25. إيكي خيرة فور ذا أونر إلي خلفان الهاملي 88.25. أيضا مشاركة من المهرة رقم 36 نشاهد الآن. جولة في أرضية الميدان. طبعاً اليوم يمكن حيينا الجميع ولن ننسى أكيد المصور مرهف العساف تحمل أكيد أشعة الشمس اليوم بهذه اللقطات الجميلة. كل التحية لمرهف أكيد. إذن هنا ينتهي تقييم المهرة اللي أمامنا رقم 36. هنا أيضا نتيجة دانة ليوة لمربط ليوة الخيول العربية في الهوية العربية 18.5 من قبل ثلاث حكام، 19 من ثلاث حكام. الرأس والعنق 18.5 من قبل أربع حكام، 19 من حكمين. الجسم والانسيابية 18 من قبل خمس حكام، 19 من حكم السادس. القوائم 15.5 من أربع حكام، 15-16. والحركة بإجماع الحكام 18.5 نقطة بمجموع 89.38. دانة ليوة فور ذا أونر ليوة أريبيان هورس ستاد 89.38.
إذا أنت تقييم هذه المهرة لإمامنا رقم 37. مع مشاركة المهرة الآن رقم 38. كادي العادية العادلية رقم 36 لمنصور محمد سلطان الشامسي في الهوية العربية 18 ونص من قبل 5 حكام، رأس العنق 18 من قبل حكمين، 18 ونص من 4 حكام، الجسم والانسيابية 17 و17 ونص من 4 حكام، 18 من الحكم السادس، القوام 15 ونص من 5 حكام، 15 من الحكم السادس، والحركة 18 من 5 حكام، 18 ونص من الحكم السادس، بمجموع 87.88. كادي العالية for the owner منصور محمد الشامسي 87.88. هنا أمامنا أيضا نتيجة أخرى للمهرة رقم 37 SK قصورة لسلطان سهيل المسماري والهوية العربية 18 ونص من 4 حكام، 19 من الحكمين، الرأس والعنق 18 و18 ونص من 5 حكام، الجسم والانسيابية 18 من 3 حكام، 17 ونص من 3 حكام، القوام بإجماع الحكام 15، وجاءت الحركة 18 ونص من قبل 3 حكام، 19 من 3 حكام، بمجموع 88.63. SK قصورة for the owner سلطان سهيل المسماري 88.63. ونشاهد أيضا المهرة رقم 39
إذن هنا تنتهي مشاركة هذه المهرة رقم 39. شوف على الشاشة أيضا الحكم الصغير المتدرب زايد بخيت الكتبي، أيضا التحركات واجبة مع يعني أو لازم مع الحكام، فنشوف تحركات زايد، تحركات الحكام الخبرة، فهم يعرف يعني كيف يتحرك، كيف يأخذ الزوايا، هذا كله أكيد يعني يؤكد دائما على تشجيع قيادتنا الرشيدة، على حب الخيل أيضا للمحافظة على هذا التراث، أكيد تشجيع أصحاب السمو وسمو الشيوخ دائما لنا للمحافظة على هذا الموروث، أكيد من دعم للشباب وأيضا الملاك والمربيين في هذه الرياضة، كل الشكر أكيد لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته لهذه البطولة، بطولة الظفرة التي نأمل بمشيئة الله أن نشاهدها دائما من نجاح لنجاح. إذن أمامنا الآن هنا نتيجة أخرى للمهرة رقم 38 عجائب المنهل لفهد سالم سعيد الزعابي في الهوية العربية 19.5 بإجماع الحكام، الرأس العنق 19.5 من قبل 5 حكام، 19 من الحكم السادس، الجسم والانسيابية 18 من 3 حكام، 18.5 من 3 حكام، القوائم 16 من حكمين، 15.5 من 4 حكام، والحركة 19 من 4 حكام، 19.5 من حكمين، بمجموع 92 نقطة. إذن عجائب المنهل تصنع العجائب في هذا الشوط، عجائب المنهل فور ذا اونر فهد سالم سعيد الزعابي 92، عجائب تصنع العجائب وتفعل العجائب في هذا الشوط ب 92 نقطة. حتى الآن أعلى نتيجة في البطولة لعجائب المنهل أيضا نتيجة المهرة مسرة الهواجر لعليان سعيد حسن بتران الهاجري من هوية العربية 19 بإجماع الحكام، الرأس العنق 19 من قبل 5 حكام، 18.5 من الحكم السادس، الجسم الانسيابية 18 من قبل 5 حكام، 17.5 من الحكم السادس، القوائم 16 من قبل 3 حكام، 15.5 من الحكمين، 15 من الحكم السادس، والحركة 19 18.5 من قبل 5 حكام، بمجموع 90.25. مسرة الهواجر فور ذا اونر عليان سعيد بتران الهادري 90.25 المركز الثاني، مسرة الهواجر، وهنا بانتظار ايضا مشاركة المهرة القادمة. رقم 41 تشارك. نشاهد الآن في هذه الجولة في أرضية الميدان
نشاهد الآن أمامنا على الشاشة نتيجة المهرة رقم 40 تحفونة الهيثم لمحمد هيثم بن فريش الكندي في الهوية العربية 19 من قبل 5 حكام 18 ونص من الحكم السادس. الرأس العنق 19 من قبل 5 حكام 18 ونص من الحكم السادس. الجسم والإنسيابية 18 ونص من قبل 4 حكام 18 من الحكمين. القوائم 16 من 3 حكام 15 ونص من 3 حكام. والحركة جاءت ب 19 من حكمين 18 ونص من قبل 4 حكام بمجموع 90.75. تحفونة الهيثم فور دونر محمد هيثم الكندي 90.75. إذن نشاهد الآن أن الصراع على الوصافة بعدما تقدمت عجايب المنهل, يعني عجايب شاهدناها, سوت العجايب بلجنة الحكام وسوت العجايب أيضا بالحضور وأبدعت بأدائها. أكيد نشاهد الآن أيضا المهرة رقم 42 في هذه الجولة في أرضية الميدان. تقييم أيضا أمامنا إذن أمامنا الآن نتيجة المهرة رقم 41 العلية لمحمد علي محمد حسن اليماحي بالهوية العربية 18 ونص بإجماع الحكام. الرأس والعنق 18 من قبل 3 حكام 18 ونص من 3 حكام. الجسم والإنسيابية 18 ونص و 18 من 4 حكام 17 ونص من الحكم السادس. القوائم 16 من قبل حكمين 15 من قبل حكمين 15 ونص من قبل حكمين. وجاءت الحركة 19 من قبل حكمين 18 ونص من قبل 4 حكام بمجموع 88.88. العلية فور ذا اونر محمد علي اليماحي 88.88. نشاهد امامنا ايضا المهرة رقم 43 حتى الان نزلت, يعني نشوف التنافس بعد على المركز الثاني لأن الفرق كبير. عجائب المنهل تصدرت فهد الزعابي, فهد الزعابي متنومس اليوم. متنومس بعجائب المنهل حققت نتيجة طيبة. ونشاهد أيضا التقييم وضع النقاط. أيضا أمامنا على الشاشة حكم المعروف راشد ناصر العلي, كل التحية للسيد راشد أيضا أحد الحكام أكيد المشهود لهم أيضا بالخبرة في مجال بطولات الخيل العربية وجمال الخيل العربية.
هنا أيضا نتيجة المهرة رقم 42 SS جميلة لمحمد سلطان اليحيائي بالهوية العربية 19 بإجماع الحكام، الرأس والعنق 19 من قبل 4 حكام، 18.5 من قبل حكمين، الجسم والانسيابية 18 من قبل 4 حكام، 17.5 18.5 القوائم 16 و15 من قبل حكمين، 15.5 من قبل 3 حكام، والحركة جاءت بإجماع الحكام 19 نقطة بمجموع 90.25 نقطة. SS جميلة فور ذا اونر محمد سلطان اليحيائي 90.25. نشاهد أيضا هنا المهرة رقم 44 مرحلة التقييم الآن ووضع النقاط. نتيجة المهرة رقم 43 SQ كهرمانة لمربط الصقران الخيول العربية في الهوية العربية 18.5 من قبل حكمين، 19 من قبل 4 حكام الرأس والعنق، 18.5 من قبل 3 حكام، 19 من قبل 3 حكام الجسم والانسيابية، 18 من قبل 5 حكام، 18.5 من الحكم السادس القوائم جاءت ب 15.5 من قبل 3 حكام، 15-16 من قبل حكمين، وجاءت أيضا الحركة ب 18.5 من 5 حكام، 19 من الحكم السادس بمجموع 89.75. اسكيو كهرمانة فور ذا اونر الصقران ريبين هورس ستادز 89.75. شاهد هنا أيضا وضعها على الشاشة عارض والمهرة اللي أمامنا. سندس الدار المهرة رقم 44 لمحمد الجوعان الشامسي في الهوية العربية 19 من قبل 5 حكام، 18.5 من الحكم السادس الرأس العنق، 19 من قبل 5 حكام، 18.5 من الحكم السادس الجسم والانسيابية، 18 من 5 حكام، 17.5 من الحكم السادس
القوام 15.5 من 4 حكام، 16 من حكمين، والحركة جاءت ب 19 من 3 حكام، 18.5 من قبل 3 حكام، بمجموع 90.38. سندس الدار فور دونر محمد الجوعان الشامسي 90.38. مشاركة من مهر اللي أمامنا 46. طب يكي المهرة رقم 45 لسعيد صديق فتح الخاجر هوية العربية 19.5 من قبل 3 حكام، 19 من قبل 3 حكام، الرأس والعنق 19.5 من قبل 4 حكام، 18.19 جسم الانسيابية 18.18 من 5 حكام، والحركة القوائم 16 من قبل حكمين، 15.5 من 3 حكام، 15 من الحكم السادس، والحركة 19.5 18.5 من قبل 5 حكام، بمجموع 90.75. ضبيا كي فور ذا اونر سعيد صديق الخاجة 90.75. نشوف ان حتى الان عجايب المنهل يبدو أنها حسمت الشوط مبكرا. عجايب المنهل الصدارة حتى الآن، والآن صراع الوصافة. المهرة رقم 47، تبقت لنا مهرتين في هذا الشوط، شوط المهرات بعمر السنة، الفئة جيم في ثالث أشواطنا لهذا اليوم لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية. هذه البطولة التي نذكر أنها تستمر حتى 27 من مارس هنا في منطقة الظفرة.
المهرة رقم 46 ام او الشمس لعبد الله محمد خلف العتيبة في الهوية العربية 19 من قبل الحكمين 18.5 من اربع حكام. الرأس والعنق 19 من الحكمين 18.5 من اربع حكام. الجسم والانسيابية 17.5 18 من اربع حكام 18.5 من الحكم السادس. القوائم 15.5 من خمس حكام 15 من الحكم السادس. وجاءت الحركة ب 18.5 من خمس حكام 18 من الحكم السادس بمجموع 89.25. ام او الشمس فور ذا اونر عبد الله محمد العتيبه 89.25. شاهد ايضا هنا على الشاشه مسؤول ساحه العرض الدكتور عبد الوهاب بن عميره، وايضا التوجيهات المستمره للحكم المتدرب القادم بقوه زايد الكتبي. سنشاهد زايد بمشيئه الله في البطولات القادمه اذا الله اعطانا عمر ان شاء الله. اذا هنا ايضا مشاركه من المهره اللي امامنا 49. إذا المهرة اللي أمامنا رقم 50 تأخذ جولته في أرضية الميدان، وهنا الآن أحد النتائج لوردة جميرة لمحمد عبد الحميد عبد اللطيف طه في الهوية العربية 19 من قبل خمس حكام 19.5 من الحكم السادس. الرأس والعنق 19 من قبل خمس حكام 18.5 من الحكم السادس. الجسم والانسيابية 18 بإجماع الحكام. القوائم 15.5 من قبل خمس حكام 16 من الحكم السادس. والحركة جاءت بإجماع الحكام 18.5 بمجموع 90 نقطة. وردة جميرة فور ذا اونر محمد عبد الحميد عبد اللطيف طه 90. هنا نشاهد آخر المهرات في هذا الشوط رقم 50. نشاهد الآن حركة العارض مع المهرة استحاضة أمام اللجنة بالنقاط. طبعا هذا يكون تقييم ثاني، يعني أكيد اللجنة وضعت نقاطها ووضعت أكيد الملاحظات ودونت كل شيء بمجرد دخول المهرة إلى أرضية الميدان. دخول المهرة إلى أرضية الميدان يعطي انطباع للجنة الحكام أن المهرة هويتها العربية، يعني هي بهالطريقة، أيضا الحركة بهذه الطريقة. لذلك تأكيد وضع النقاط يكون أثناء وقوف المهرة في منتصف الميدان لأيضا وضع ملاحظات أكثر عليها. هنا أيضا تنتهي مشاركة هذه المهرة بعد أن انتهى تقييمها. إذا كل الشكر للجنة التحكيم على أدائهم في هذا الشوط. بانتظار نتيجة آخر المهرات، وهنا الآن نتيجة المهرة رقم 49 صقلية للمية علي محمد الصيقل في الهوية العربية 18.5 من قبل ثلاث حكام 18 من قبل ثلاث حكام. الرأس والعنق 18.5 من قبل ثلاث حكام 18 من قبل ثلاث حكام. الجسم والانسيابية 17.5 من قبل أربع حكام 18 من قبل حكمين. والقوام 15.5 من قبل ثلاث حكام 15 من قبل حكمين 16 من حكم السادس. والحركة جاءت ب 19 من قبل حكمين 18.5 من قبل أربع حكام بمجموع 88.13. سقلية فور ذا أونر لمية علي الصيقل 88.13. كل الشكر أكيد للحكم أيضا اللي ما شكرناه زايد أبخيت الكتبي الحكم المتدرب.
شكرنا لجنة التحكيم نشكره أكيد مع تمنياتنا أكيد لزايد بمستقبل باهر في التحكيم. طبعا زايد ونجل أحد الملاك المعروفين صلات وجولات أكيد في بطولات الخيل العربية وتسعيد بخيط الكتبي أكيد من الملاك أيضا اللي استمتع بمشاهدة خيوله أكيد في مختلف البطولات. هنا آخر نتائج تظهر أمامنا على الشاشة، رقم 50 نجلة الحوفان لمربط الحوفان الخيول العربية في الهوية العربية 18.5 من قبل 4 حكام، 19 من قبل حكمين الرأس والعنق، 18.5 من قبل 4 حكام، 19 من قبل حكمين الجسم والانسيابية، 18 من قبل 5 حكام، 17.5 من الحكم السادس، القوائم 15.5 من 3 حكام، 15-16 من حكمين، وجاءت الحركة ب 19 من 4 حكام، 18.5 من حكمين، بمجموع 89.75 نقطة. ستظهر أمامنا الآن النتائج لهذا الشوط الذي نذكر أن الصدارة ذهبت لعجائب المنهل لفهد سالم السعيد الزعابي ب 92 نقطة، المركز الأول إذن للسيد فهد الزعابي، المركز الثاني ضبية كي ب 90.75، المركز الثالث تحفونة الهيثم ب 90.75، المركز الرابع سندس الدار ب 90.38، المركز الخامس اس اس جميلة ب 90.25، المركز السادس مسرة الهوادر ب 90.25، المركز السابع وردة جميرة ب 90 نقطة، المركز الثامن اس كيو كهرمانة ب 89.75، المركز التاسع نجل الحوفان ب 89.75، والمركز العاشر من نصيب دانات ليوا ب 89.38 نقطة. إذن الناموس لفهد الزعابي، فهد الزعابي أمير أكيد المدربين في منطقة الوثبة، يعني معروف فهد الزعابي. بشرنا دعوة الدكتور فيصل مصلح الأحبابي رئيس قسم برامج الأمراض المعدية في دائرة الصحة بأبوظبي، والسيد إبراهيم فري المنصوري مدير إدارة التأهب والاستجابة الطبية للتفضل بتتويج الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في هذا الشوط، أيضا بمعية السيد محمد أحمد الحربي مدير جمعية الإمارات الخيل العربية. أيضا لا ننسى توجيه الشكر أكيد لدائرة الصحة بأبوظبي ولي السيد إبراهيم المنصوري مدير إدارة التأهب أكيد على الجهود الكبيرة في تجهيزات بطولة الظفرة للخيول العربية، كل الشكر لكم. شاهد هنا أيضا جانب من التتويج الشاشة أمامنا،
السيد إبراهيم المنصوري، وأيضا دكتور فيصل الأحبابي، وأيضا السيد محمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، كل الشكر لي السيد إبراهيم المنصور.